تعددت الروايات والذهب ضائع، قصص عديدة تحدثت عنها الحكومة الأردنية عقب انتشار معلومات وصور ملأت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تحدثت عن اكتشاف دفائن وتماثيل ذهبية تقدر قيمتها بمبالغ طائلة. نفي وجود الدفائن كان القاسم المشترك بين جميع الروايات الحكومية، والتي ما برحت تتحدث عن عملية عسكرية بحتة. لم يكن لي البحث لا عن دفائن ولا عن كنوز ولا عن ذهب ولا عن أي عمل في هذا القبيل، وأرجع وأعيد للمرة الرابعة. الرواية النهائية للأجهزة الرسمية حول ما جرى في عجلون كانت مثار تساؤل لدى عدد من الكتاب والمختصين، فالرواية كانت تدمير أجهزة تجسس ومتفجرات صهيونية زرعت قبل عشرات السنوات، الأمر الذي فتح آفاقا لتساؤلات متعددة وفق الكاتب الصحفي ركان السعيدي. يعني أنا بتقدير أنه هاي الرواية يعني مرتبكة وتعاني من ثغرات عديدة، وأنا أعتقد أنه من صممها يعني ما سأل نفسه أسئلة بديهية عن ما يمكن أن يجول في ذهن المواطن من أسئلة حول طبيعة الرواية. وأنا أعتقد أنه الشكوك حول الرواية كان لها مقدمات، ومقدماتها كانت بعدة روايات، يعني مرة عن زراعة رادارات، ومرة أخرى عن موضوع حفريات ما. يعني كان في روايات متعددة حقيقة ولفترة طويلة تم تداولها، بالنسبة لي هي مقدمات تشككني بالرواية الرابعة اللي تم الحديث عنها بالأمس. لا، أنا أعتقد أن الرواية يعني مشوبة بالكثير من الثغرات ومشوبة بكثير من الملاحظات، ولا زالت هناك أسئلة معلقة تحتاج إلى إجابات. رئيس الوزراء أقر بأنه لم يعلم مطلقا عن العملية. بدي أجاوب هذا السؤال بالذات، مش أجاب، هل غيبت؟ صراحة غيبت عن هذه القصة، قصة الذهب. غيبت، شو قلت غيبت؟ قائد الجيش بيطلع ناس يدور على آلة من ضمن 6-7 آلاف جرم مدفونة من السرية، وبيجي الصبح قبل ما يروح على دوامه بيقول لي ألو بالله يا وزير الدفاع، أنا اليوم بدي أطلع أودي فرقة بالمحل الفلاني، وبدي طبعا ما بدي يقول لي ولا بدي يقول لي، يقول لي ليش شو علاقتي في المسألة، هذا عمل هو، مش هيك المسؤولية، مش هيك. السعايدي استهجن التصريح عن عدم معرفة رئيس الوزراء بسير العمليات، خاصة وأنه صاحب الولاية العامة في الدولة. الإدانة الأخرى عندما يقول رئيس الوزراء أنه ليس بصورة الموضوع كله، يعني هذا كمان إدانة للجانب السياسي أنه رئيس الوزراء موجود كأنه صورة أو ديكور، وهذا يعني أمر في غاية الخطورة عن شخص ادعى دائما أنه صاحب الولاية وحريص على أن يكون صاحب الولاية العامة، ولدي أجهزة تعمل بمعزل عن معرفته، بمعزل عن إرادته. تساؤلات عن مخاطر عديدة وعن أجهزة تجسس ومتفجرات موجودة منذ عشرات السنين، واستفسارات عن وقت اكتشافها، وهل فعلا يحتاج الأردن لخبراء من الدول التي تتجسس عليه ليستطيع التصدي لهذا التجسس؟ لتبقى هذه التساؤلات محط نظر الكتاب والإعلاميين والشعب الأردني بالدرجة الأولى، ينتظرون إجابة تشفي الغليل وتزيل المخاوف التي لو كانت بالذهب وحده لسامح به أغلب الشعب الأردني مقابل أن يأمن عدوه في أرضه. مصعب الأشقر، قناة اليرموك.